كبيرة. ملامح إيجابية بدأت تتضح بعد الساعات الأولى لانطلاق مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق. فعاليات عدة انطلق بها المؤتمر وسط اجتماع لخبراء رفيعي المستوى من كافة الدول، واستمرار توافد الشركات المستثمرة والوفد العراقي الذي أكد إصرار الدول على دعم العراق ومساعدته على النهوض، معتبرة إياه حارب خطرا كان يهدد جميع البلدان. تصوراتنا مشتركة مع الجانب الكويتي، لأننا عملنا منذ شهور على الإعداد لهذا المؤتمر وعلى التصورات المسبقة والمتوقعة. كل ما نستطيع القوله كما بين السيد وزير الخارجية أن إصرار الآلاف من ممثلي الشركات والمؤسسات هو دليل معافاة للعراق أولا، ودليل على حرص حقيقي على المشاركة في إعادة الإعمار. يوم 13 هو الاستثمار والإعمار، قدم 212 إن شاء الله مشروع وخارطة طريق لخلق بيئة جاذبة للاستثمار والتزامات. اليوم الثالث هو راح يكون للدول، وإن شاء الله في هي الجولة الأولى والمرحلة الأولى من حوالي 900 مشروع احنا طارحين الإعمار والبناء والاستثمار. إلى هذا اليوم وصل عدد الإعلاميين لا يقل إلى 180 إعلامي وصلوا لتغطية هذه، تم دعوتهم واستضافتهم على من دولة الكويت لتغطية عن طريق اللجنة الإعلامية العليا. أيضا هناك عدد كبير من وسائل الإعلامية الخاصة التي أتت لتغطية هذا المؤتمر. رئيس صندوق إعادة إعمار العراق أكد حاجة العراق إلى الحصول على المنح والاستثمار لا على القروض في هذا المؤتمر، لافتا إلى أن الصندوق يتحرك الآن برأس مال قدره بليون ونصف البليون دولار بالتنسيق مع الموازنة الاتحادية أو مع بعض الدول التي قدمت قروضا ومنح دولية كبيرة. المؤتمر هو مو مؤتمر قروض، احنا إذا نريد قروض ناخذها بلاي مؤتمر، احنا نريد منح ونريد استثمار. السؤال اللي أعتقده، ما هو الضمانات في حماية المستثمر؟ هذا السؤال اللي أعتقد نسأل بالمؤتمر، ومن حق المستثمر أن يأخذ ضمانات. هذا ليس تشكيكا بالحكومة العراقية، ولكن كأي رئيس مال يريد سواء ضمان أنه هذه العائدات وهذا العمل يجب أن يكون إلى نوع من نسميه الترتيبات اللي المستثمر ترجع له حقوقه. تشعر من كلام وزير الخارجية الكويتي بأن هناك اطمئنان يعني وهناك ضمانات على الأقل من هذه المئات من الشركات بأنها ستعمل في العراق بقوة وستساهم في بناء العراق؟ يشار إلى أن اليوم الأول من المؤتمر تم تخصيصه لبرنامج إعادة إعمار العراق والمساعدات الدولية في هذا الصدد، بينما خصص اليوم الثاني للحديث عن فرص القطاع الخاص المتاحة بالعراق من خلال مؤتمر بعنوان استثمر في العراق. أما اليوم الثالث فسيكون لاجتماع وزراء الخارجية، وسيخصص هذا اليوم للإعلان عن الدعم الذي ستقدمه الدول المشاركة إلى العراق. وعقد المؤتمر بمشاركة عدد من الدول المانحة والمنظمات الدولية والإقليمية وبرئاسة 5 جهات هي العراق والاتحاد الأوروبي والكويت والأمم المتحدة والبنك الدولي. لميس عبد الكريم، قناة الرشيد الفضائي.